جبل النور حيث يوجد غار حراء، بداية الصعود. سوف أصعد إن شاء الله إلى الغار. سوف نجرب شعور تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم الاختلاء والتعبد، أيام طويلة داخل الغار لوحده، وهنا نزل الوحي وأول آيات القرآن الكريم. بعيد الحجاج والزوار يقومون بمحاولة تسلق الجبل ليتفكروا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الغار قبل نزول الوحي. للمزيد من المعلومات عن هذا الجبل مرجو قراءة الوصف في هذا الفيديو في اليوتيوب، سوف أكتبه في رابط الوصف تحت الفيديو. العجيب كيف تصل السيارات إلى هذا الارتفاع وهذا المنحدر الشديد. مسجد جبل النور هو. هذا هو الجبل وصعود المعتمرين والزوار. أطفال يصعدون مع أهلهم هذا الجبل، ما شاء الله. هذا سلم مصنوع في هذا العصر الحديث، لكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، كانت الطريق غير معبدة مثل هذا. صعبة وخطيرة. ليمون الدق. مواصلة الصعود في الجبل، الجبال مجاورة. هناك يظهر غار حراء في قمة. تواجد الحمام هنا في قمة. يسكنون الجبل. صعود القمة. يظهر محاولة إنشاء طريق سيارات إلى القمة في طور الإنجاز. منظر مثير، إجراء إلى السقوط تشكل خطر على الصائدين، يمكن أن تنهار في أي وقت. إلى الانهيار. الله يلطف. جبال قاحلة لا يوجد فيها لا شجر ولا عشب.
النزول إلى الغار. قالوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا هو الغار، يدخلونه ويطل من هناك على الكعبة. هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ونزل عليه الوحي في غار حراء. هذا هو الغار، يتسع فقط لمرور شخص واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. استنى هذا الغار ضيق جدا. باكستانيين يقيمون حفل ديني. عليك يا رسول سلام، عليك يا رسول سلام، عليك دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم، خير الخلق كلهم
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفعل سيد الكونين والثقلين والفعل قين من عرب ومن عجم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم لا يصلي وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكلها وللمن ترجى شفاعته لكلها وللمن الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی ارے تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا حبیب الذی ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال اقتحم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يحاولون المرام أي مكان مره منه رسول الله عليه وسلم هنا تظهر مكة اتجاه الكعبة مكان عال رياح شديدة هذا اتجاه الجنوب الله أعلم هذا هو الأفق الأعلى الذي كان فيه رأى أول مرة سيدنا جبريل قبل نزول الوحي هذا مدخل الغار ازدحام فيه
قد في غار حراء. هيا ما هو ما هو يا حبرا غرتك يا نواف غرتك يا غرتك نواف نواف اشتحط انت حكم على غار مثل ما ذكر حدك بينهم. هذا الغام الأعلى يا